بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قائل القائل: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، معالي أمين عام جامعة الدول العربية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامية على دعوتها الكريمة لعقد هذه القمة في هذا التوقيت العصيب الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الشقيق الصابر المحتسب لتطهير عرقي وإبادة جماعية ترقى لجريمة حرب مكتملة الأركان. وفي هذا المضمار فإننا نخاطب الضمائر والعقول ونجدد دعوتنا إلى الوقف الفوري للعدوان الهجمي الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار الظالم المفروض على القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة. كما نعيد التأكيد على رفضنا القاطع لما يتعرض له المدنيون الأبرياء في غزة من قتل جماعي وقصف بربري وتدمير متعمد للبنية التحتية والتهديد بالتهجير القسري والتجويع والحرمان بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن غزة الأبية تعيش نكبة جديدة، وسكانها البالغ عددهم 1.5 مليون رهائن لدى الاحتلال الصهيوني الذي ينكر بهم ويجبرهم على النزوح وترك منازلهم ويلقي بحياتهم في المجهول تحت القصف الإجرامي الوحشي، ويمنعهم من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية من قبيل الماء والغذاء والدواء والوقود والاتصالات. وإن خطورة الوضع القائم تستدعي بالإلحاح جديد استجابة فورية وهبة قوية من الجميع وبذل كل المساعي الممكنة من أجل تداركه. وأمامنا كدول عربية وإسلامية مسؤولية تاريخية جسيمة، وعلينا أن ننهض بهذه المسؤولية ونهب لنجدة أهلنا وأشقائنا في غزة بكل الوسائل الممكنة. الحضور الكرام، لقد فشل النظام العالمي مرات عديدة في تطبيق ما ينادي به من قيم الحرية والمساواة والعدالة والإنسانية، وفلسطين الشقيقة شاهد حي على ذلك. وإن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تضع المجتمع الدولي من جديد أمام اختبار أخير لما تبقى له من مصداقية إزاء تحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل على وقف حربها الهمجية المدمرة والانصياع لقواعد قانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحيال هذا الامتحان من الضروري أن نظهر كدول إسلامية التزامنا القوي بالدفاع عن القضايا
العادلة للأمة والذود عن حياضها، ومن ثم فإنه يتحتم علينا التحرك بشكل عاجل واتخاذ موقف حازم وموحد لإيقاف العدوان الغاشم والقيام بمسؤوليتنا في حماية المدنيين العزل في غزة والوقوف مع حقهم في الحياة وتقديم يد العون والمساعدة لهم. علينا أن نتكاتف مع كل أحرار العالم لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي تمارس ضده مجازر إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني لها مثيلا. وعلينا كذلك أن نقف بكل حزم وقوة ضد كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية ودفنها، وأن نعمل على دفع الأمور نحو إحياء العملية السياسية على أساس مبدأ الدولتين من أجل التوصل إلى حل عادل وناجز. لقد آن الأوان لأن يقتنع الجميع بأنه لن ينعم أحد في هذه المنطقة بسلام أو أمن مستدام إلا بقدر ما ينعم به الآخرون، ولن يتحقق أي استقرار مستديم في المنطقة ما لم يتمكن الفلسطينيون من الحصول على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش في دولة مستقلة على أرضهم بسلام وأمان وكرامة كباقي شعوب العالم. ختاما أتمنى لقمتنا كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.